بمناسبه عيد الاستقلال المجيد تستضيف جماعه تطوان هذا اليوم استاذ جامع بيضاء مدير مؤسسه ارشيف المغرب الذي تستضيفه الجماعه من اجل الاطلاع على الارشيف المهم الذي تحتويه جماعه تطوان هذا الارشيف الذي يتضمن وثائق منذ عهد الحمايه تخص الاسبان واليهود المسلمين الذين ولدوا بهذه المدينه وكذلك بعض البيوعات التي كانت بين كافه سكان المدينه بمختلف عائداتهم والجريده الرسميه الاسبانيه بهذه المنطقه والعديد من الوثائق الاخرى كذلك هذا اليوم تستضيف جماعه تطوان حفله تقديم كتاب ارشيفات عائليه من تطوان لمؤلفه الطيب عكزول هذا الكتاب الذي يضم جزءا من الذاكره التطوانيه الوثائقيه وكذلك بهذه المناسبة نستحضر روح السفير بوبكر بن نونة الإعلامي المؤرخ الذي يعني حاول أن يحافظ على العديد من الوثائق التي تهم ذاكرة تطوان في إطار يعني القاعدة التي سار على عهدها هذا المجلس بتكريم وتأبين شخصيات قدموا الكثير والكثير لهذه المدينه شكرا